أحسن الله إليكم. المرسل هاء ألف من الدمام يقول في سؤاله: امرأة تزوجت وفي تلك الليلة وقبل دخول الزوج عليها قدر الله سبحانه وتعالى أن يحصل له حادث فمات، فهل تعتد عليه؟ نعم، إذا عقد عليها ثم توفي قبل الدخول فإنها يجب عليها عدة الوفاة، وأيضا ترث من ماله عموم قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام في المدخول بها وفي غيرها. ولأن ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل عن ذلك أفتى بأن عليها العدة. نعم.